ده كده Yes, I'm ready to start. ده كتاب. النهارده مش عندي كتاب يا شهد، انا عندي امتحان النهارده. مش ديسكفري يا شهد. الكراسة. اوكي الكراسة هي آدم وقلم، ونبدأ نحل أول سؤال وتاني سؤال ونحل مع بعض. أوكي، ده امتحان كل واحد لوحده. سوري. أوكي شهد، أنا هساعدك في الامتحان النهاردة. اوكي يعني نمبر 1 اهو. يلا يا ادم، اي حاجه. انا ممكن اكتب السؤال الاول اللي هو انت تشوف. listen and draw the missing sound. اكتب الكلمة كلها. تشير اول سؤال. السؤال الأول، شهد عند آدم listen and write the missing sound. الصوت الناقص هنكتبه. شهد وآدم، Yes. أول كلمة عندي كلمة بوك. بوك كتاب بوك. بي او او دي. أوكي، الحرف الناقص أكتبه بقى. أكتبي وان الحرف الناقص. أكتبي الحرف الناقص يا شهد. نمبر 2، شهد عند آدم بان 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 بان. نمبر 3، شهد عند آدم بن بن. مش انا عملتها كلها من هنا. بنت قولي اكتب ايه واكتب ايه. برافو يا آدم، برافو عليك. السؤال السؤال الثاني الثاني آدم ايه؟ هتختار. اتشهر السؤال الثاني ايه؟ تيتشر يس، السؤال الثاني ايه؟ أنا أول كلمة عندي يا شهد كلمة بوك، كلمة تانية بان، التالتة بن بن، آخر صورة عندي بان بس. اللي هي دي ثانية اللي هي دي اللي هي دي شهد أنا ثانية يا شهد، اصبري ويت. اوكي شهد، أنت كتبتي الكلمة الأولى دي؟ كتبتيها؟ ايوه أوكي، الكلمة الثانية بان بان بان، كتبتي الحرف الناقص؟ لا أليس أوكي، با با بان بان.
خلاص ديها تيتشر. خلاص. طيب الكلمة الثالثة يا شاد كتبتيها بين بين. هي كده لا يا شاد مش كده. لا أنا الأولى كتبتها. هي أول كلمة مش اسمها كوك يا شهد، كوك اسمها بوك بوك. أنا يا شهد بختار ما بين حرف البي ده، بوك بي حرف البي ده تمام. أول كلمة عندي يا شهد بكتب إيه؟ بوك بالبي الخفيفة ولا البي التقيلة دي؟ ها كلمة بوك الخفيفة. خلاص أكتب البي خفيفة يبقى بوك بي. أو أوكي اللي هي كده ايوه كده تمام. الكلمة التانية يا شهد ها بان 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 اكتب بي ايه؟ بان البي الخفيفة ولا التقيلة؟ بان فيفا لا التانية التقيلة. التقيلة بان. السؤال التاني بان 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 ناقص اي بي واتش بي ها البي التقيلة صح؟ That's right, right. الكلمة الأخيرة بس بس بي بس ها بس بي يعني بي وأي أي بي فيهم الخفيفة right. كل سؤال كتبه تحت مش جنب بعضين اللي هو كده. لا بوك بان اوكي يا شهد بن. بصي كده الكلمة الثالثة دي يا شهد بن بن ب ب بن ب بي بن ايوه يبقى بي بي دي ما انا كتبتها
راجع عليها تاني يا شهد. اوكي ايه يا شهد؟ ثانية واحدة. يا شهد شو مي وريني لو سمحتي، وريني. يا شهد بسم الله. أنا دلوقتي يا شهد بقول إيه؟ أنا بقول بص يا شهد معايا الكلمة دي ماشي رقم 3. فن فن فن. بن البي بي خفيفة ولا بي تقيلة؟ ف ف فن. ماهيش رقم اتنين، رقم رقم بليز ليف تلاتة نمبر دي رقم 3 يا شهد. ف ف فن. بي خفيفة. لا بتقيلة يا شهد. في فن فن بتقيلة. فن يا دس. فن فن فن. اللي هي دي اللي انت عامله عليها دايرة. yes right. اللي هي كده ايه تمام. طب نمبر فور بقى. بس باص باص لا مش بس 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 بي اي باص اي اتش بي. البي خفيفة تقيلة لا 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 بقول بقى بس 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 بي باص خفيفة. تقيلة يس بي 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 خفيفة يا شاهد. بس 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 انا مش بقول بس. لا انا بقول بس بس دس بس. انا كاتبه فوق بي او دي اللي هي كده آخر كلمة دلوقتي يا شهد. لا أنا بتكلم على كلمة رقم 4 آخر كلمة عندك. انا أنا كله عندي زي يا دي بس بس. لا آخر كلمة عندك غلط يا شهد مش صح. يس يوريا تنشر. أنا آسفة. لا يا حبيبتي ولا يهمك. بس كده برافو عليك رايز. تمام آدم انت وصلت لفين يا آدم؟ question number three. It should be correct answer. yes. Okay. وبعدين هم صورينه وبعتينه ليك يا تيتشر، صح؟ يس يا شهد تمام. شهد read and Yes. circle. هنعمل دايرة يا شهد. long hair long hair. عارفة يعني ايه long hair؟
سامعيني يا شادي؟ عارفه يعني ايه لونج هير؟ اللي هو الوجه. لا، لونج هير يعني شعر طويل. في نسور سوري، كتير شعرها طويل. الصورة A ولا B ولا C الايه؟ اللي شعرها طويل؟ فين الب؟ ها، الصورة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الثانية. ثانية. خلاص اكتبي كده، اكتب ايه؟ لا لا لا، ما تكتبيش حاجة يا شادي، أمشي. الكشكول بتاعك اكتبي 1 كده وجنبيها ايه؟ B. أوكي. بي بي ايه؟ لا يعني احنا رقم 1 اخترنا بيكتشر بي. طب نمبر 2 يا شهد، نمبر 2 هتختاري بيكتشر ايه؟ 2 green eyes. green eyes green eyes هتختاري ايه؟ green eyes يعني ايه يا شهد؟ يعني ايه green eyes؟ green يعني اخضر، اخضر، وeyes عيون، عيون خضراء. فين العيون الخضراء يا شهد؟ بيكتشر ايه or بي or سي؟ البي بي. تمام، اكتب بي جنب تو، اكتب بي رايت. رقم 3 في بلو باس، بلو باس، بلو باس يعني اتوبيس ازرق. فين اتوبيس الازرق؟ A or B or C؟ سي الازرق C. بي اخر حاجة تختاري ايه؟ بلو باس. A or B or C؟ الاي اخر اجابة بتاعتك، اخر اجابة. فين البلو باس؟ البي A البي B C. بي اوكي اكتبي 3 جنبها بي. خلصت يا دكتور. اوكي كده يس that's enough for شاد. ده كده كفاية يا شاد. يا آدم انت وصلت فين يا آدم؟ question number 4. ايه ايه ده فور؟
خلاص يا آدم. ايش؟ نو لا ادم هاف يو فيشت؟ خلاص ادم نوت شيت. انت في سؤال في كام دلوقتي يا ادم؟ وصلت فين؟ هاي فايف. اوكي بس يا رقم 1 بي صح؟ Yes. رقم 2 بي Right. تمام. yes. رقم 3 بي لا دي فولس. غلط. يا الأخيرة اللي هي بس